شيء رائع جدا للاهلي والزمالك انه يكون الاثنين في النهائي الافريقي، شيء مهم بيلفت حتى اهتمام الاشقاء العرب. الاهلي والزمالك اثنين جناح القوى الناعمه الرياضيه المصريه في المحيط العربي والافريقي، فلما يكون ليهم هذه المكانه ولما يكونوا مع بعض في النهائي الافريقي تنشغل القنوات العربيه بالتفتيش في قوه الاهلي والزمالك. المحلل التونسي الاستاذ فتح الموالدي له راي مهم في طرفي النهائي، ورايه في الاهلي ايه؟ من الاجدر انه يمثل مصر في بطوله العالم للانديه، الزمالك ام الاهلي؟ فتحي تفضل. حاضر. هشام توا تيمور بديهي، انا عبد الكريم خايف ما حبش يبدا يستناني. الشوط الاول الكارثي، فريق عنده في مده 90 دقيقه 45 وهو نائم، كيف سينور الافارقه والعرب؟ بينما الاهلي تقاه متوازن طيله 90 دقيقه، والاهلي اسمه على جسمه، اسمه الاهلي، فهو الوحيد الاهل بتمثيل الكره مش العربيه، الكره الافريقيه والتاريخ. ما نحبش نرجعك للتاريخ عبد الكريم، نوجع لك قلبك شويه، خاطر التاريخ نتاع الاهلي ما شاء الله كله تتويجات وكله انتصارات هامه حتى في كاس العالم للانديه، وبالتالي نتمنى لك التوفيق باش تحاول فماشي ما ترجع الزمالك ينجم يمثل الكره الافريقيه، ولكن الاهلي هو الاهل بذلك، وهذا كلامي الاول والاخير، وهذه قناعتي وقناعه كل واحد موضوعي يفهم كوره ويعرف الاهلي هو الكل. راهو الاهلي سينور الكره العربيه والافريقيه وهو الوحيد القادر على ذلك، وهذا ما اتمناه له. ده راي المحلل التونسي الاستاذ فتحي المولدي. الاهلي اسمه على جسمه، الاهلي تاريخه هو اللي بيتكلم عنه، الاهلي كفايه ان انت تقول ان الاهلي موجود. كل المفردات اللي يفخر بها كل مصري وكل اهلاوي سمعتوها من المحلل التونسي الشقيق. وكان بيساله الزميل هشام الخلصي هو مين الاقدر بتمثيل افضل للكره المصريه والعربيه والافريقيه في كاس العالم للانديه، الاهلي ام الزمالك؟ وزي ما بقول لكم هو ده شكل النجاح، هي دي الثمره الحلوه، ان الاشقاء كلهم بيتكلموا على فرقتين مصريين موجودين مع بعض في النهائي. ده لاول مره في التاريخ علينا ان احنا نحتفي بيهم، علينا ان احنا بكل الروح الرياضيه نحترم المنافس.